أهلا بيكم، النهاردة هنحل مع بعض أسئلة التميز لدرس تضاريس العالم. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. يوجد أعلى جزء من اليابس في الجزء نقط من الكرة الأرضية: الشمالي الشرقي، الشمالي الغربي، الجنوبي الشرقي، الجنوبي الغربي. الإجابة هتكون الشمالي الشرقي. 2. تنحدر أنهار سهول لابلاتا نحو الشمال الشرقي، الجنوبي الشرقي، ولا الشمال الغربي، ولا الجنوبي الغربي؟ طبعا نحو عندنا الجنوبي الشرقي. من الهضاب الملاصقة للجبال هضبتي التبت والميزيتا: جيانا والبرادور، البرازيل والمكسيك، الدكن والبرادور. الإجابة التبت والميزيتا. 4. تعد سهول حوض نهر الأمازون أوسع سهول نهرية في العالم بسبب طول النهر، شدة انحداره، تعدد روافده، انتشار الغابات. الإجابة تعدد روافده. 5. السهول الفيضية الشمالية في قارة آسيا تتشابه مع السهول الفيضية الشمالية لقارة أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أستراليا. الإجابة هتكون أمريكا الشمالية. 6. أي من الجبال الآتية يوجد شرقها العديد من الهضاب: جبال الإنديز، جبال درا كينزبرج، الحاجز الكبير، الأبلاش. الإجابة هتكون الإنديز. 7. الجبال التي تنتمي سفحها الشرقية لقارة بينما تنتمي سفحها الغربية لقارة أخرى. السفوح يعني الجوانب، هي جبال الهيمالايا، ولا الانديز، ولا روكي، ولا الاورال؟ طبعا الاجابه جبال الاورال. السؤال اللي بعده: حدد تقييمك لمصداقيه العباره الاتيه. يرجع السبب الرئيسي او الاساسي في اختلاف اهميه السهود الفيضيه من قاره لاخرى الى المناخ السائد. طبعا عندنا العباره: حيث تزيد الاهميه الاقتصاديه للسهود الفيضيه في المناطق المعتدله لقيام الزراعه، مثل سهول نهر النيل في أفريقيا وسهول نهر الميسيسيبي في أمريكا الشمالية، بينما تفقد أهميتها في المناطق الباردة. طبعا مثل سهول سيبيريا التي تتجمد في فصل الشتاء، بالإضافة إلى الأطراف الشمالية للسهول الوسطى بقارة أمريكا الشمالية لصعوبة قيام الزراعة. طبعا عندنا الحتة دي بيبقى فيها تضاريس معينة فيؤدي ذلك إلى صعوبة قيام الزراعة. ماذا يحدث إذا كان انحدار هضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية نحو الجنوب؟ إلا هيحصل؟ تعالى نشوف مع بعض. لن ينحد نهر النيل نحو مصر، ولن تصبح لهضبتي الحبشة والبحيرات الاستوائية أهمية بالنسبة لمصر. 16. ما وجه الشبه بين نهر الميسيسيبي ونهراء ميري ودارلينج من حيث الانحدار والمصب؟ طبعا وجه الشبه عندنا انحدار، كلاهما ينحدر نحو جنوب القارة. المصب كلاهما يصب في خليج، حيث يصب نهر الميسيسيبي في خليج المكسيك، ويصب نهرا ميري ودارلينج في الخليج الأسترالي الكبير. ما وجه التناقض بين السهول الساحلية في قارة أوروبا والسهول الساحلية في قارة أفريقيا؟ طيب، السهول الساحلية في قارة أوروبا متسعة ومتعرجة، مما ساعد على إنشاء المواني بها، بينما السهول الساحلية في قارة أفريقيا ضيقة بصفة عامة بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل، ولكنها تتسع عند مصبات الأنهار. وكده انتهينا من أسئلة التميز، وفيديو منفصل هنحل فيه أسئلة الامتحان أو اختبر نفسك. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع.